مشكل المشكل ديالي دابا انا درت العملية، وانا دابا في الفراش. الطبيب عطيني عام ما نوضش من الفراش، قال لك عام ما تخدم ما تقدر تهز حتى شي حاجة. انا جالس، المرة جالسة، وبغيت عال اليقت اليومي شكون اللي غادي يدخل عليا، ما كايناش. وانا كنطلب من هاد الناس المؤمنين اللي كيساهموا ويساعدوا الناس، تعاونوا معايا ولا شي جمعيات تكون بيا. وانا 4 الوليدات والكرا الماء والضوء، وانا جالس شكون اللي يعطيني؟ عطي الله سبحانه وتعالى. المؤمنين تعاونوا معايا مزاكن باش درت العملية وباش درت الحصات في الأول، ولكن اليقت اليومي ما عنديش. أنا دابا كنعاني، أنا كنعاني، أنا مريض ما كنقدرش نوض، حتى رجلي من فوق أنا ليا ما كنقدرش تنزل. والحمد لله على كل حال. وكنطلب من المسلمين والناس ديالنا، راه كيعرفوني الناس القصر الكبير ولا خارج القصر الكبير ولا خارج الوطن، المغاربة ديالنا راه كيعرفوني. والمؤمنين واللي كيعرفني الله يجازيه بالخير، يتعاون معايا لله في سبيل الله. انا دابا انا هاد في الفراش ما نقدر لا نوض. وكنطلب من الحاج سيمو رئيس المجلس البلدي، كان قال لي انا نتعاون معك، ولكن شكون اللي يتواصل معاه؟ ما كايناش، انا في الفراش. وكنطلب منه لا شاف هاد الفيديو هذا يتصل بيا ولا يجي لعندي للدار، راه يدي واحد الاجر كبير لله في سبيل الله لوجه الله. والمؤمنين راه كيعرفوني، التجار في القصر الكبير كاملين. وهادشي اللي كنطلب منكم. انا باقي لي عاوتاني دابا عاد نمشي عندي الطبيب في طنجة، باقي لي 4 الحصات ديال الشيميو، خصني ندير سكانير قبل وموراها سكانير، وعاد كنشري الدواء غالي في الحصات. والغالب الله، اللهم ولك الحمد، كنحمدو ونشكرو. من فوقاش من فوقاش وانت مريض؟ وانت مريض من شهر 6، من شهر شهر 6 وانا مريض. يعني كنت لي خدام؟ كنت خدام، وبشهر 6 وقفت الخدمه. من بديت الحصات ديال الشيمي ما نقدرش نخدم. ملي كدير الحصه صافي كيسالي معاك، هاد شويه صعيب. وموراها درت العمليه. دابا انا والعمليه فقط كنت لي درت ليها دابا شهر ونص. علاه شهر ونص؟ علاه شهر ونص؟ هايداك درت العمليه الاولى وما صدقتش، ودرت الثانيه ودارو لي الثالثه. 15 شحال 10 ايام وانا في انعاش، كيهبطوني ويطلعوني البلوك. والثالثه عاد ربي جاب تيسير ونجحت، ولكن هذاك الشيء دوزتو صعيب صعيب بزاف. كنعاني كنعاني من المرض، ما كايناش الا هوين اخاي. اللهم لك الحمد. سي عبد الحميد فين كنت لي خدام؟ باركي حصه الصغار السياره، درت قصرت تمايا، راه كلشي عرفني. ودابا انا فقدت الشغل، انا جالس انا جالس 4 الوليدات كلها عطيت عطي الله. المؤمنين كيتعاونوا معايا في الطبيب، ودوزوا لي العمليه الاولى ودوزوا لي العمليه الثانيه، تعاونوا معايا في العمليه الثالثه. ومسكين هذاك هشام جبتو الله يجازيه بالخير، تعاون معايا بزاف نهار اللي بديت المار. هذاك هشام جبتو الله يجازيه بالخير. والمدن حسن مسكين تاهو تعاون معايا. والمؤمنين في اوروبا تعاونوا معايا والناس هنايا. ولكن دابا ما بقاليش الجهد، انا دابا انا اسف، خصني غير اليقت اليومي، ما خصني والو. وباش نطلع لطنجة ان شاء الله نعمل الحصات، وباش ندير الشيمي، وباش نشري الدواء. وهادشي اللي كنطلب من شي جمعيات ولا محسنين والتجار ناس القصر الكبير، راه كيعرفوني مزيان. والله يجازي بالخير، اللي دار شي حاجه كيدير لوجه الله، ربي اللي كيجازي. اخر رساله اللي كتوجهها للمحسنين شنو هي؟ والله يجازيهم بالخير المحسنين، تعاملوا معايا، واللي ما تعاملش معايا الله يرحم الوالدين. وهادشي اللي كنطلب من المحسنين، تعاونوا معايا الوقت اليومي، ما خصني والو، انا ما نوكل ولادي. انا دابا نبقى عام وانا ناعس،
شهور ما نوضش من فراش انا عانات قدر جنو والله يجازيهم بالخير اللي تعاون معايا الله يرحم الوالدين والله يجازيه بالخير واجرو عند الله سبحانه وتعالى واللي كاينه راه كتعرفوه بخوكم هاو درويش مسكين اللي كاينه راه كتعرفوه الله يجازيكم بالخير الله يرحم الوالدين هادشي ما نطلب منكم وكنطلب من رئيس المجلس البلدي يجي لعندي للدار حيت هو قال لي نتعاون معاك ولا بغا يدي اجر هو هذا الحسيم والله يجازيك بالخير تعاون معايا ديالي وعهدتيني ولكن ما كملتيش معايا الله يجازيك بالخير لا بغيتي دي الحسنات ودي هذه هي الجنة هي هذه والله يرحم الوالدين اجرك لله الحاج هادشي اللي نقول زوج تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي